نقاش آخر التطورات في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي الفلسطيني محمد القيق. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بكم. بتزامن مع إدانة الجامعة العربية اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، كيف تقرأ هذه الإدانة وقدرتها على تغيير الواقع بقرار عربي؟ نعم، مما لا شك فيها أن جامعة الدول العربية قد ماتت على أرض الواقع من خلال الفعال التي تجاهلت ملفات خطيرة في القضية الفلسطينية، وباتت القضية الفلسطينية ليست من أولوياتها. لذلك الإدانة جاءت متأخرة ومتأخرة كثيرا، لأننا إذا ما ذهبنا إلى رأس النبع في هذه الإشكالية فنجدها في دونالد ترامب الذي أصلا تجرأ على أن تكون القدس عاصمة إسرائيل الأبدية. وبالتالي إدانة جامعة الدول العربية لقرار أستراليا ليس هو المطلوب. المطلوب ما الذي فعلته جامعة الدول العربية تجاه دونالد ترامب وتجاه الأمريكان في قرارهم نحو عاصمة فلسطين وهي القدس. ولذلك القرار متأخر، الإدانة متأخرة، القرار الموحد والقرار الطبيعي واجب أن يكون ذاهبا باتجاه الحكمة العربية نحو تفعيل دور حقيقي للقضية الفلسطينية. ما تداعيات الاعتراف الأسترالي بالصهاينة على القضية الفلسطينية؟ لا يوجد على أرض الواقع لدى المواطن الفلسطيني أي ردات فعل مصدومة من قرارات أوروبية أو دولية، خاصة أننا شهدنا في الآونة الأخيرة أن 87 من الدول العالم كانت وقفت إلى جانب قرار أمريكا والذي كان سيذهب بإدانة المقاومة الفلسطينية. لذلك لا زال الشعب الفلسطيني يرى بأن المجتمع الدولي ينحاز ضد قضاياه، ضد حقوقه، ضد إرادته. وهذا ما نراه عندما نرى أن العقوبات الجماعية نحو الشعب الفلسطيني لا يمكن للاتحاد الأوروبي ولا يمكن لأمريكا أن توقفها، باحتجاز جثمين الشهداء، بالاجتياحات، بانتهاك المدن الفلسطينية، بالاعتقالات الجماعية، بالقتل المباشر. هذا يعني أننا أمام مصيبة صنعتها منظومة جامعة الدول العربية بصمتها وعدم تفعيلها للدور الحقيقي للقضية. في ظل تصاعد المواجهات ضد قوات الاحتلال في الضفة، ما أسباب هذا التصعيد؟ نعم، هي تراكمت انتهاكات الاحتلال. بدأت من فكرة القدس أن تكون عاصمة أبدية للاحتلال الإسرائيلي، ثم تكونت فكرة توسيع الاستيطان. أيضا هناك تضييق على الشعب الفلسطيني من حيث منع السفر، احتجاز جثمين الشهداء، هدم المنازل، العقوبات الجماعية. كل هذه الإجراءات بالتزامن مع الحصار على قطاع غزة وقانون القومية العنصري الذي يتم تمريره في داخل الكيان الصهيوني ضد أهالي داخل المحتل عام 48 أججت الموقف. وأيضا هناك أفق سياسي معدوم وفشل عملية التسوية ودفن لأوسلو من خلال جنازير دبابات الاحتلال وكذلك بساطير الجنود. لذلك كان هناك رد فعل من الشارع الفلسطيني بتأييد المقاومة، وهذا تكون لديه فعال حقيقي على أرض الواقع بهذه العمليات التي رآها الشعب الفلسطيني بأنها نوعية ومباشرة وقوية جدا. ربما نسألك عن أيضا عن هذه العمليات الأخيرة التي استهدفت ثلاثة من قيادي حماس. نعم، في الآونة الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي تشكك بأنه سيكون هناك ردات فعل قوية من الشعب الفلسطيني، وبالفعل العمليات الأخيرة كانت نوعية من صالح البرغوثي ومجد مطير وكذلك أشرف نعالوي. هناك حالة في التخبط لدى الكيان الصهيوني. نحن الآن بجوار والدة الشهيد مهند الحلبي في رام الله، وهي قريبة محمود الحلبي الذي نفذ عملية الحجر بالقرب من بيت إيل، والتي أدخلت أحد الجنود الصهاينة في موت سري بالبرج العسكري الذي كان محاذيا لهذه المستوطنة وهذا المعسكر الصهيوني شمال رام الله. أترككم مع أم مهند، تفضلي. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك يا أم مهند ورحم الله الفقيد. لو تحدثينا عن هذه يعني ردة فعلكم بعد هذه العملية واستمرار هذه العزيمة في مواصلة دعم المقاومة الفلسطينية وتمسك بالقضية الفلسطينية. أول إشي الله يفرج عنه لمحمود الحلبي ابن عم مهند الحلبي، والله يرحم الشهداء جميعهم وفك أسر المأسورين كلهم إن شاء الله. وإحنا طبعا
كعائلة شهيد، بنحكي إنه المواصلة للنضال والكفاح كل هاي الأمور، إنه إحنا صحيح قدمنا شهيد، وأكيد الشهداء سلكوا طريق الشهادة حتى إنه نستمر إحنا ونوصل رسالتهم حتى تكون النضال مستمر لكل الشعب الفلسطيني. وبالنسبة لابن عمه لمهند اللي عمل عملية بيت إيل، يعني هو أكيد هذا إشي الواحد بيرفع راسه فيه، وبنحكي إنه فلسطين ولادة، وأكيد في كتير مثل مهند ومثل محمود ومثل الشهداء كلهم إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر أم مهند، وأشكر كذلك أم مهند. سمعنا لشهادتك عن استشهاد أحد أقاربك وأسر ابنك، بالإضافة إلى الصحفي الفلسطيني محمد القيق الذي حدثنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة.